Dersimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. نكمل درسنا من حيث بقينا فيه. تحدثنا في الدرس الماضي عن لواحق الجمع لار ولار، وقلنا أننا نستخدم لار إذا كان آخر حرف صوتي في الكلمة آ إ أو أو، ونستخدم لار إذا كان آخر حرف صوتي في الكلمة آ إي أ إل. أمثلة: gömlek قميص، gömlekler أقمصة، lamba مصباح، lambalar مصابيح. بقي لدينا ملاحظتين لم نتحدث عنهما في هذه القاعدة. أولا، إذا سبق المفرد عدد أو صفة تدل على كمية مثل قليل كثير، لا نحول المفرد إلى جمع. نصل anlamadım، نصل anlamadım، كيف لم أفهم. ستفهمين بعد الأمثلة التالية. 3 pencere kırıldı، كسرت ثلاث نوافذ. قلنا 3 pencere ثلاث نوافذ، ولم نقل 3 pencereler لأنه سبق كلمة pencere والتي تعني نافذة عدد 3 ثلاثة. 5 bardak خمسة أكواب، 4 كيلو أربعة كيلوهات. أز كشي أشخاص قليلون، أز قليل وكشي تعني شخص. Şimdi anladın. Tamam, devam edin öğretmenim. الآن فهمت. حسنا، تابعي يا معلمتي. ثانيا، يوجد حالات شاذة علينا حفظها وهي سهلة جدا، فمعظمها من أصل عربي أو من أصل إنجليزي. جميع الحالات التالية آخر حرف صوتي فيها ثقيل، لكننا نستخدم لار لأنها شاذة كما ذكرنا سلفا. الحالات الشاذة: سات لار ساعات، هيال لار أحلام، هال لار أحوال، رول لار أدوار ويقصد بها الدور الذي يلعبه الممثل، الكول لار الكحول، كالب لار قلوب، مشغول لار مشغولين، مثال لار أمثلة، بترول لار البترول، سيمبول لار رموز. إليك ببعض الأسئلة. ضعي صح أو خطأ. 3 كتاب لار، 5 çocuk kalp لار، elma لار، مثال لار. 3 كتاب yanlış خطأ. Doğrusu والصحيح هو 3 كتاب، لأنه إذا سبق المفرد عدد لا نضيف لاحقة لار أو لار. 5 çocuk doğru صحيح، ويعني 5 أطفال. لم نقل çocuklar لأننا حددنا عدد قبل المفرد. kalplar yanlış خطأ، doğrusu الصحيح kalplar لأنها حالة شاذة وتعني قلوب. elmalar doğru صحيح، elma تفاحة وآخر حرف صوتي فيها هو آ، لذلك نضيف لار تفاحات. مثال لار دورو وتعني أمثلة، هي حالة شاذة ولهذا السبب أضفنا لاحقة لار مع أنه آخر حرف صوتي فيها هو حرف آ. أتش كتاب لار يالنش، بيش تجوك دورو، كالب لار يالنش، elmalar doğru، misaller doğru. أفرين، أحسنتي، لقد حفظتي الحالات الشاذة بقاعدتنا وحفظتي كيفية الاختيار بين لاحقتي لار ولار